نكمل وياكم محاضرتنا ضمن البارشل ديفرنشال اكويجن. هسه قلنا احنا فهمنا اذا بالنسبه للكونستانت، هسه اذا شلون نشتق في حاله الطونه، لا الطونه داله جاهزه في حاله النو فاكشن، ورادوا من يمنا نستنتج البارشل ديفرنشال اكويجن. اول شغله هو الاف داله المن، الاف داله المن الاف هو داله لهذا جزء اللي هو الاكس زائد واي زائد زد فاصله، انت مو شباب فاصله، اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص زد يساوي صفر. بمعنى انه هاي داله واحد، هذا متغير واحد وهذا متغير واحد، فهذا فرضته يو وهذا فرضته في، هذا الجزء ايش فرضته يو، هذا الجزء ايش فرضته في. اليو اسيوم طبعا فرضيه انه الاكس زائد واي زائد زد هو اليو، والفي هو اللي هو الاكس تربيع زائد واي تربيع ناقص زد. تمام شباب، اللي هو الاف اليو فاصلة اليو والفي يساوين صفر، اللي هو نفس الداله اللي بطلت السؤال. اذا اول شغله اسويها اني لما اجاوب هيك السؤال انه احدد هذا يو هذا في. انتبهوا لهي الاسئله شباب، هذا جدا مهم ضمن الامتحان مالتكم. راح اجي هنا انا شو اسوي؟ اقول يابا انا بالنسبه لي انا عندي هاي الداله، زين انا لازم اشوف انه هاي الداله الاف اذا اشتقها بالنسبه لاكس راح يدخل بها عنصرين، واذا اشتقها بالنسبه لواي ايضا عنصرين. شلون؟ هسه نجي نفتح لكم خانه جديده وانتبهوا وياي كل زين. انا عندي اف، الاف هو داله المين شباب؟ يو والفي، زين وانت اليو والفي هذا داله لاكس واي، وهذا داله لمن؟ ايضا لاكس واي. تمام؟ اذا انا اذا اريد اشتق شو اقول؟ اقول بارشيال اف بالنسبه ليو، في اول شيء بارشيال اف بالنسبه ليو، بعدين اقول بارشيال اف بالنسبه مضروب في بارشيال اف بالنسبه لاكس. زين اذا بالنسبه لواي فاقول بارشيال اف بالنسبه ليو مضروب في بارشيال اف بالنسبه لواي. اذا في نفس الحاله، اف بالنسبه ليو بالنسبه الاف بالنسبه لفي بعدين بالنسبه لواي، وهنا بالنسبه لفي بعدين ارجع النو بالنسبه لاكس. تمام شباب، انتبهوا عليه شلون بارشيال اف بالنسبه لاكس. قلنا احنا هنا بارشيال اف نشتق اول جزء الاكبر هو ايه؟ هو بالنسبه ليو، نضربه في اليو بالنسبه لاكس، هو نفس الحد في حاله الاف بالنسبه لفي مضروب بالفي بالنسبه لاكس، يعني هذا بالنسبه لاكس اكو هاي الطريقتين، اما عن طريق اليو اسويها او عن طريق اللي هو الفي اسويها. يعني اف بالنسبه ليو في يو بالنسبه لاكس، اور اف بالنسبه لفي في في بالنسبه لاكس، لان هذا الجزء يكون الاصغر بعدين الفي تكون الاكس والواي. بالنسبة لواي نفس الحالة، انه يابا الاف بالنسبة ليو في اليو بالنسبة لواي، والاف بالنسبة لفي في الفي بالنسبة لواي. تمام شباب؟ والله ما سويت ذني، انتبه هنا، طبعا هنا خطا املائي، هاي في شباب انا قلنا احنا يو بالنسبة لاكس، الفي بالنسبة شنو؟ ام اكس، اذا الفي ايش عندي؟ هاي عندي الفي، اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص زد، اشتقناها بالنسبه لاكس، هذا الواي صفر، الاكس صار 2 اكس ناقص الزد، هي فالداله اشتقيناها لاكس ما معروفه. تمام شباب؟ اذا ايش صارت؟ صارت 2 اكس ناقص زد للاكس. اوكي؟ وانه بهذا قال لك بالنسبه لواي احصل 2 واي ناقص زد بالنسبه لواي. تمام؟ إذا هذا الجزء، هذا الجزء هو مو يو، هذا محدده بالأصفر، هذا في، وهذا بارشيال في بالنسبة لواي، يعني إحنا راح نشتق بين قوسين تشتق اليو بالنسبة لإكس مرة الواي، وتشتق الفي بالنسبة لإكس مرة تشتق الواي. ورا ما سويت هذا الجزء، راح أسوي المصفوفة، شو راح ترتب المصفوفة؟ اول شيء المصفوفه عندك انت ثنائيه اللي هي اشاره زائد الاشاره
موجب سالب. ورا شو قال؟ قال احنا عندنا اول شيء يو بارشال يو بالنسبه لبارشال شنو؟ اكس، وبارشال يو بالنسبه لبارشال منو؟ واي. زين هنا راح نقول بارشال في بالنسبه بارشال اكس، وهنا بارشال في بالنسبه لبارشال واي. طبعا يا شباب انتبهت السالفه، يو بالنسبه لاكس، يو بالنسبه لواي، في بالنسبه لاكس، في بالنسبه لواي. ارتب هاي المصفوفه، ورا ما رتبت المصفوفه اعوض كل جزء بمكانه. ها مشتقيتين هنا على صفحه، اجي اعوضهم 1 2 3 4. ورا شو اسوي؟ هذا في هذا، اشاره هذا ناقص في هذا، يعني هذا في هذا. اوكي؟ راح يكون هذا مضروب في هذا، اشاره هاي شنو ناقص؟ هذا في انه مضروب في هذا. تمام شباب؟ واعتقد الكل اللي تعرفه. بعدين بسط السؤال نوصل الى نهايه موضوعنا بالنسبه للبارشال ديفرنشال اكويجن. لهنا ننهي موضوعنا بالنسبه للبارشال ديفرنشال اكويجن، واتمنى لكم كل الموفقيه في الامتحان ان شاء الله. بالتوفيق.